الله ربي أول متفرد ما قبله شيء من الأكوان ما بعده شيء لذا هو آخر باق تنزه عن حدود زمان يبقى الإله الحق جل جلاله وجميع من فوق البسيطة فاني ما فوقه شيء لذا هو ظاهر توحيده قد بان بالبرهان ما دونه شيء لذا هو باطن والسر عند الله كالإعلان فاستحي من قرب الإله وعلمه متعبدا بحقيقة الإحسان.